السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبيباتي بقناتي وصفات ونكهات منال. وصفتي لليوم خبز البرجر الهش والطري، وصفة روعة جدا، بتمنى منكم إنكم تجربوها تعطوني رأيكم تحت بالتعليقات، أكيد رح أفرح فيها كتير. وإذا كنتم جداد حبيباتي على القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو فضلا وليس أمرا. وإذا كنتم حابين تعرفوا كل أسرارها وكل تكاتها وسر لذتها وطعمتها، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وخليكم معايا. وبالنسبة للمقادير تبع وصفتنا لليوم، بدي هنا كيلو طحين متعدد الاستعمالات، عندي هاي النوعية بجيبها من الليدي الممتازة كتير صبايا، عندي كوباية حليب، عندي كوبايتين مية، طبعا بقى اشوف اذا بحتاج كمان، عندي معلقتين من السكر، معلقة من الملح، معلقتين من الخميرة الفورية، وثلاث ارباع الكوب من الزيت. اول شي بدنا نعمله بدنا نحط السكر والخميرة، طبعا مية دافية، حركهم منيح مع بعض ونتركهم يتفاعلوا. اثناء ما الخميره بتتفاعل معايا هان بدي احط الطحين بالجاط، وبضيف كمان الملح وبخربطهم منيح مع بعض. بعد ما خربطتهم منيح مع بعض بنحط 3/4 كوب الزيت نباتي دوار الشمس، وبنرجع بنخربطهم منيح مع بعض الصورة هذه. بعد ما حطينا الزيت والملح وخربطناهم منيح مع بعض بنضيف كوباية الحليب الدافي، المية والخميرة بدأت تتفاعل معانا، نبلش نعجن. اول اشي هيك بقى طبيعي بلملم العجين كله، وبعد هيك اشوف اذا بدها طحين سوائل ولا لا، مية يعني دافية. بلملم العجين صبايا وارجع لكم. زي ما انتم شايفين صبايا لملمت العجين، الطحين كله بقلب العجين وقاعدة بدعك فيها هلأ لمدة تقريبا 10 دقايق، بعجنها بالطريقة المعتادين عليها، وبس يصير العجينة ما تلزق اشي بايدي، شايفين لسه بتلزق، فبدهنها بشوية زيت وبرجع لكم لما اخلص باذن الله. عملية الطرق زي ما انتم شايفين والفرد واللم، نعجنها حتى يخش الهواء جوا وتكون معنا عجينة لينة، نفس الوقت تنفخ خلال الخبز بدون ما نرقها. خلص هيك صارت معايا جاهزة زي ما انتم شايفين. هلا بدهنها بشوية زيت، نغطيها ونتركها تقريبا تلت ساعة حتى تخمر، وبعد هيك بنشوف ايش بدنا نسوي فيها. هلا بعد 20 دقيقة بنكشف عليها، زي ما انتم شايفين ما اختمرت تماما، عشان لسه بدي اخمرها كمان مرة. بنحضر عندي هنا صينية تبعت الفرن، صينية الفرن عليها ورق زبدة، اذا ما عندكوش ورق زبدة بتدهنوا صينية زيت، تمام. هلا بدي اقرص العجينة مقدار قرص زي هيك بالشكل هذا، واحطه على ورق الزبدة، احاول انه كله يكون نفس الحجم. ونحاول نخلي مسافة بين القرص والتاني لانه لسه بده يختمر كمان مرة بالصينية.
بعد ما خفقنا صفار البيض مع الحليب بندهن، بعد طبعا ما خليناه كمان يرتاح 10 دقايق بعد ما قطعناه، ضروري جدا. هلا بنرشهم بحبة البركة وسمسم. خطوة تانية صبايا، بدنا نريحهم كمان تقريبا ربع ساعة قبل ما نخبزهم على محمى بالرف الوسطاني على درجة حرارة 200، حسب فرنك من 180 ل 200، انا بزبط معي على درجة حرارة 200. وهيك ارتاحوا معانا حبات الخبز البرجر، وهلا وين رايحين؟ على الفرن. هلا بنغطيهم عشان يضلهم طريين. زي ما انتو شايفين صبايا، عجينة البرجر اللي عملناها مع سوا طلعت معايا تقريبا 15 حبة او 15 حبة بالضبط. صبايا روعة جدا، بتمنى انكم تجربوها. زي ما انتو شايفين هذا الحز اللي بالنص دليل نجاح العجينة، الحمد لله رب العالمين. شايفين صبايا عجينة روعة جدا والنتيجة روعة جدا، والحمد لله اليوم بعثت لي صديقة من صديقاتي صور الوصفة عملتها وطبقتها، والحمد لله نجحت معاها. وبحب أقولكم انتو كمان لا تنسوا جربوها جربوها، وان شاء الله رح تعجبكم ورح تعتمدوها دائما لأولادكم، لانه رح يبطلوا يطلبوا الخبز البرجر من برا الجاهز. 15 حبة من باكيت طحين، كيلو طحين لا شيء، هدول بكلفونا اشي كتير لو بدي اجيبهم من برا. فكمان الشغلة مش بس نجاح وصفة، كمان حكاية تدبير وتوفير واطيب، وان شاء الله رح تعجبكم. صبايا ولا تنسوا حبيبات اللايك والشير، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، واستنوني بوصفة جديدة ونكهة جديدة من وصفات ونكهات منال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.